هدي استشهد نازل يصلي بالحرام وانا مطحنه، فانا ما صدقتش الخبر. كيف شو بيصير؟ شو كيف تلاقي كاملك؟ انا مش عارف، دقيت على الجيران بس بعرفش كنت لابسه كيف تلاقي كيف مسخن. انا مش عارف، مش مصدقه الخبر، يعني كانت صدمه كبيره علينا مش قليله يعني. وما شاء الله عنه فادي ابن اخوي، يعني بيقطعش فرد دايما بالحرم وعمره ما سوى مشاكل مع حدا ودايما بحاله، يعني مش تاع مشاكل. اعتقلوا ابو الشهيد اللي هو ابوكم اخوي، واعتقلوا اخوي الثاني، حطوا لهم اكياس سمر على وجههم واخذوهم، واحنا كسروا الدار علينا بالفرد تاعهم، بالسلاح تاعهم وبساطيرهم وبالكهرباء، ما خلوش حدا الا طلعوه برا، دخلوا على غرفه كسروا غرفه، يعني بكفي انه قتلوا كمان، بيهجموا على الدار علينا، هجموا علينا، احنا ضيرنا امي، كسرت الطاوله وضربونا، بعدين مسكونا وشحدونا وكنا برا، تحمينا عند الجيران، شو نسوي؟ بس يا عم احنا ناس سلميين نعيش، طالبين الحياه والعيشه لاولادنا، ما منا ندفن اولادنا ونتفرج عليهم ميتين. يا عالم طفل زي هذا تطلعي عليه انت، هذا ارهابي، كل الشباب عمالها بتروح احنا بنتفرج. طالع بقى قاصر باب الله طالع. شو صار وشو اللي جرى؟ ابوه كان امه، ابوه اهله ناس، امه تركته سنتين، اقل من سنتين، ابوه ما رضى يتجوز. احنا انا اخته اقول له يا اخي تجوز تيجي وحده تدير بال عندنا، يقول لي لا فيش حدا بعد، انا امه، انا ابوه، كرس حياته له، حياته كانت بس فيه. شو بدي اقول لك، انا شاب خلوق، يعني شاب كل الناس بتحبه، مثلا واحد بس فادي، بقول لك مين فادي؟ الحمد لله، يعني الشاب يعني من ضاره لشغله، وهو بيلعب برضه بيروح على النادي شويه، يعني كل هالدعاءات كذب، يعني الحكومه الاسرائيليه المسكين لا راح يسوي عمليه ولا راح يسوي ولا شغلته شغله هذه، راح يصلي الولد بتكثر عليه المستوطنين في المصراره، هو راح تحامى بالشرطه، الشرطه ما طخطه، فكل ما حبيت المخرب طخطه، يعني هجموا عليه حوالي 30 واحد، فهو راح تحامى بالشرطه وطخط الشرطه. فادي الواحد يفقد ابن غالي عليه كل حياته، صعب كثير يعني كل حياتي، يروح هيك بلحظه، يعني شو بده الواحد يحكي؟ الله يرحمه.